انا زوجة ديال سعيد فتاح عائشة. ومهم اول حاجه كنعتذر للجمهور الرجاء على ديك الصور اللي صدروا، ما عرفناش شكون اللي صدر هاد الصور، وبلي ديك الصور ما كاينينش واخا كاع كانوا، يعني اي واحد كيقدر يوقع في الغلط. وانا ما عمرني ما غادي نخلي الزوج ديالي لانني من 2005 وانا وياه، واي واحد كيقدر يغلط. دونك ما احنا انسان بشر، يعني اي واحد يقدر يطيح في هاد سميتو اللي طاح فيه راجلي. يعني من الاحسن تنتوما، انا كان دابا كنشير للجمهور باش يسمحوا ليه، وهو هو براسو راه اعتذر للجمهور كاول حاجه عاد انا. ومادام الله كيسامح العباد ديالو علاش حنا ما نسامحوش بشر بحالنا بحالو؟ وانا كنبغي ومعمري ما غادي نتخلى.